صباح الخير عليكم. اليوم الحد 20 يونيو 2021. انا هنا في داري، جيت شي شويه كنراجع الدروس اللي عندي ديال كليه العلوم القانونيه ديال الرباط السويسي. عندي امتحانات هذا الاسبوع، وعندي نتوما عارفين انا كنقرا في سنه ثانيه القانون باللغه الفرنسيه، دابا انا كنقرا في الاس 4. وبيني وبينكم راه ما مراجع حتى حاجه، راه ما حافظه حتى حاجه، غير سكتوا. المهم ما تقولوا حتى حاجه للاساتذه ديالي، لان هذا الاسبوع اللي داز مشيت لوجده، ومشيت لوجده باش حضرت مع التصوير ديال رشيد ديال فيلم السينمائي الجديد ديالو اللي هو سميتو الطابع، من انتاج كلا برودكسيون، واللي غادي يدوز التصوير ديالو في وجده. وبعد البارح كانوا في الناظور، بعد غادي يمشيو للجرادان، بعد غادي يمشيو لفيكيك، مهم كاع تقريبا المدن ديال الجهه الشرقيه. دونك تحيه كبيره للناس ديال الشرق، وتحيه كبيره للناس ديال وجده اللي تلاقيتهم هادي واحد 3 ايام، واللي كانوا كيشجعوني واللي كانوا كيدعيو معايا على الامتحانات. وفريمون كنشكر كاع الناس متابعيني عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ضل كنشكركم بزاف. ونيت باش نقول لكم بحال ديما الانسان يتوكل على الله وما يخافش، يدير بعض المحاولات. شوفوا حتى حاجه ما صعيبه وحتى حاجه ما سهله في نفس الوقت، الانسان غير يتشجع شي شويه، فهمتوني؟ دونك الله يعاونكم. ونيت هذه فرصه نقول لكاع الناس اللي كيدوزوا امتحانات بون كوراج اتوس، ان شاء الله الله ينجحنا كاملين. ومهم انا نحاول في هذا الاسبوع نقول لكم شنو هما المواد اللي عندي. المهم عندي 6 ديال المواد، وبحال دابا كل نهار غادي ندوزو جوج ديال المواد في طيله الاسبوع ان شاء الله الجاي. دونك دعوا معنا بالتوفيق للجميع ان شاء الله. الله يحفظكم.